بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، انطلاقة موفقة مع شوطنا أيضا الثامن خصص للجدان الصعوبي، ينطلق على حضراتكم بهذا التنافس المميز المنطلق مع المركز الأول شاهين ناصر بن مبارك الهاشمي، مع المركز الأول المركز الثاني شاهين ناصر بن مبارك الهاشمي، أيضا من ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث الوصول من شاهين بن محمد بن سعيد، محمد بن سعيد بن حبيب الهشامي من ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع القادم شاهين أحمد بن مبارك الهاشمي. هذه النتيجة وهذا التحدي المميز اللي ينطلق على حضراتكم، ومع هذه الانطلاقات المميزة وأيضا التحديات لأشواط الصعوب، أعود إلى المركز الأول إلى شاهين ناصر بن مبارك الهاشمي مع المركز الأول والمركز الثاني نفس المالك ونفس الشعار، من ينطلق على الكوكب الثنائية المركز الثالث القادم شاهين محمد بن سعيد بن حبيب الهشامي، ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع القادم شاهين أحمد بن مبارك الهاشمي، ينطلق على المركز الرابع. هذه النتيجة لأربعة مراكزنا الأولى المنطلقة. أعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى التحدي الجميل في هذا الانطلاق المميز بالفعل، من ينطلق مع أول أسمائنا وما زال في الصدارة هذا الشوط باحثا أيضا يبحث عن إنجاز في هذا الشوط. نتمنى له التوفيق والنجاح دائما وابدا. هناك شاهين ناصر بن مبارك الهاشمي مع صدارة هذا الشوط منطلقا نحو الناموس والانتصار الجميل والانتصار المميز، لكن القادم خطير للغاية. هناك شاهين محمد بن سعيد بن حبيب الهشامي من هناك يبحث عن شوطنا هذا، لكن أعود إلى الصدارة، ما زال في الصدارة هذا الشوط منطلق شاهين منطلقا نحو الناموس والتحدي المميز يبحث عن الانتصار، ما زال في المقدمة وفي الصدارة هذا الشوط. يا سلام، الله 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 على هذا الأداء الجميل وهذا الأداء المثير الذي ينطلق به هناك مع المركز الأول شاهين ناصر بن مبارك الهاشمي، ينطلق هناك مغردا نحو الناموس والانتصار، نحو التحدي الجميل، نحو التحدي المثير. يا سلام، الله 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 على هذا الأداء الجميل والأداء المميز. تهانينا والناموس لمالك شاهين ناصر بن مبارك الهاشمي على انتزاع شوط الصعوب الجعدان، تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل والمميز. المركز الثاني كان مع المركز الثاني شاهين محمد بن سعيد الحبيب الهشامي، والمركز الثالث شاهين ناصر بن مبارك الهاشمي، وتوقيت الزمني 3:05 وتوقيت الزمني لهذا الشوط.